بسم الله، ممكن تكون قايل اجتماع في اول مره يعرف ان انت مهندس، يروح سالك سؤال بقى يقول لك طب انا عندي حته ارض وعايز ابنيها 100 متر وعايز ابنيها 3 ادوار. ف لو انت بنيت الحاجه قبل كده هتلاقي الاجابه عندك جاهزه، انما لو ما كنتش اشتغلت او ما خدتش الخبره ديت فما بتعرفش تقدر قد ايه بالظبط. ففي برنامج بحسب لك على الاندرويد، يعني هيكون معاك في الاجتماع، باسمه احسب تكلفه بيتك، هو مجاني. كل عليك ان انت تدخل مساحة الدور مثلا 100، مثلا عدد الادوار هنقول مثلا 3، سعر الحديد بالجنيه خليها 13,000، سعر الاسمنت تقول مثلا 1,000. طب سعر 1,000 طوبة يعني تقريبا 580. طبعا الارقام دي بتختلف من يوم ليوم، يعني لازم تكون عارف الأسعار تقريبا قد إيه، تمام؟ وأقول له احسب لي فيجيب لي تكلفة البيت، تمام؟ ده سهل جدا وبرنامج بسيط، وهيديك تكلفة قد إيه من بالرخصة بالحفر بالأساس بالردم والخرسانات والمباني. هو بسيط جدا ودقيق لأن هو بياخد العوامل الحديثة في المعلومات، هو مجاني، فإن شاء الله ده يعجبك بإذن الله.